مرض تاني في 2016، وقبل في 2016 مشيت المشهور وبقيت مشينا عند الطبيب، عند الطبيب وصلت مع الطبيب اللي سيبطني نعمل العملية، قال عندك كانسير. عملية نهار اللي عملتها كوز يومين في الكامة خروج دوني العائلة نتي ورسالهم، ملي كملت تما 15 يوم ولا 10 يوم طلعت في حالي. الطبيب من اللي عملت العملية قال لي خصك، قال لي انا نقيناك من المرض، دابا خصك تطلع تعمل كنترول في الرباط. بقيت كنطلع على الرباط، كانو كيعطوني واحد باستيات، كنشريهم وشي كانو كيعطيهم لي، كنشريهم 3500 درهم للباكية. بقيت شي ثمن شهور ولا عام كنستعملهم، كنشرب 8 باستيات في النهار مع بعضهم، مورو الفطور تشربو مع بعضيتهم، تا هو كنقيمو فيا، هما تقسيمو على هاد الشهر. حسب لي قالوا انه هو اللي كان كيهزك، هو اللي سقي خوتو كاملين، هو اللي كيمشي معايا، هو اللي كيعمل كلشي. ما عرفتش واش السبب ديالي ولا الله اعلم شنو هي. اثر عليه المرض اللي فيا، كيجي يجلس معايا هنايا، ابا كيف نسينا، قالوا لي الحمد لله اللي قدر الله هو اللي غايشوف. كيبقى مرفاقة مع راسو هيدا، كيخرج عليك الله يصبحك على خير، مشي بحالو ينعس. داكشي هو اللي جعلو يمشي، يمكن هو اللي جعلو يمشي. الناس ضربات ما كيدوهاش بيا، ما عمر شي طبيب قال لي راه نشوفك وانا كرشي نشوفك، ما عمر شي طبيب انا قال لي راه نشوفك، شكون كرشي اللي كيفاشني. سال هاديك الدواء، ديك العلبة الأخرانية، ورجعت باش قلت ربنا يعطيني واحد أخرى، كان جبر ديك الشي مكاينش، كان جبر ديك الشي مكاين منو والو. بقيت طالع هو طالع هو طالع هو، يعني واحد المدة 7 شهور ولا 6 شهور. الرسالة الولد ديالي أنا، يعني ما كان شي خصو يعمل أيضا، هذا الشيء هذا أنا ما عجبني شي، موشي ديالنا، موشي في الأصل ديالنا، حنا ينزلو يدنا على شي حاجة شي واحد، أنا 61 بس أنا في العمر ديالي. الناس سقسيهم عمري ما نزلت يدي، عمر الكلمة العيب ما سمعش، وما سقسيهم عمر شو عيب سمع الكلمة العيب من ديالي. سيد الولد مزيان، الولد مزيان طبيعة ديالو، ولا عمرو ما قصر شي واحد ولا قام شي حاجة سبع شي واحد ولا والو، ما يطيح الوالد ديالو، العيلة تفافة ما تبر، ما الخدمة ما تلحقش هادي، وسبحان الله تابع. لا هذه الوالد ديالها بالمجرد الوالد ديالو هو عامل غمر ضحى براسو، هو اللي كياكل الوالد ديالو، هو كياكل الولاد ديالو، كل شيء ديالو، بالسوق ديالو، بالماكله ديالو، بالدواء ديالو، لا تلحق، لا ما بقاتش تلحق، الدواء غلا والراجل مرض بزاف وما لا تلحقلوش، ما كاين والو، ما كانش يمدي يقابلو. صافي الدواء ما جاش، هذه من اليوم غادي ما كاتب، يطلبوا له 3 البسطيات، يطلبوا له 3 المنايل. Thank you.
مصطفى الخليع جرد دحمد ود الاب محمد كنعرفوا هذه من 2016 مريض بسرطان وهاد مؤخرا تزاد عليه الحال بزاف كيعيطوا له طلع من الرباط كيعيطوا له يقولوا اجي هاد الدواء واجد كيطلع كي كيعاود كيطلعوا هنا ملي كيطلع انت من الرباط كيقول له شكون اللي عيط لك حنا ما عيط لك لكش عيك كيلعبوا عليك كيهاود وهاد الولد ابنه معاه احمد كيهود كيجوز يومين ثلاث ايام عاود كيعاود كيعيطوا له يقولوا صافي هاو جاك الدواء او كيطلع ملي كيطلع كيقول له شكون اللي قال لك شكون اللي قال لك عيط لك الراجل عايل يعني انت كتعرف باه مريض وهادي ماشي هادشي الحاله غادي يعملها يعني هاد الولد هذا الولد صاحبي ولد الجار ديالي انت كتشوف عين انا قلت لك شنو كاين قلت للسيد شنو كاين انا المهنه ديالي حالق الولد كيجي عندي ماشي ديالو هاد هادشي هذا الدار ديالي ماشي زعما الدار ديالي ومربي على يدي فاش نصيله ديالو صافي ما فيها لا هادي ولا شي خالل ولا شو شحال عنده 30 سنه في المرض ديالو ما فيهاش شي خالل يعني الدار ديالي ماشي زعما بعيد عليا انا وياه وكيخدم معايا يوميا ماشي زعما شي حاجه فيه ولا مره بيسيبني وهذه السكنه هذه بناها من العام اللي جات الرنون هنا معاونه ديالو مع الاخوان ديالو راه ماشي تا معوطه ماشي زعما لاجل شي حاجه الصحه ديالو وجميع الحاجات ديالو ماشي واحد شي حاجه يعني عنده شي حاجه خلال ولا مره ولد صافي نقي يعني غير لا حول ولا قوه الا بالله عز عليه باه يعني شو حد الكعبه كيجينا هنايا ما كيلقاك باش يخرج لا الارض في الراس ديالو صافي ما يعني الا